مدارس الحنان الخاصة. اليوم ستكتشفون معنا حصة للحساب الديني بلغة العربية. أتمنى لكم مشاهدة جيدة. سنقوم اليوم بحصة من حصص الحساب الذهني، والحساب الذهني هو رياضة من الرياضات التي تقوم بتنشيط الذهن وإيقاظه. إذا سنبدأ بعمليات من عمليات الجمع. 3 زائد 7 10 جيد. 6 زائد 2 8 جيد. 9 زائد 3 12 أحسنت. 7 زائد 6 13 جيد. 9 زائد 9 18 أحسنت. 8 زائد 5 13. إذا بعد الجمع سنقوم بعمليات للضرب. 5 ضرب 5 25 جيد. 9 ضرب 9 81 جيد. 8 ضرب 10 80 أحسنت. 4 ضرب 6 24. والآن سنقوم بعمليات الطرح. 6 ناقص 2 4 جيد. 9 ناقص 2 7 نعم. 7 ناقص 3 4 5 ناقص 2 3 أحسنت. إذا والآن سنقوم ببعض العمليات على الألواح. إذا 7 ضرب 5 ارفع. 9 ضرب 6 نرفع. إذا 9 ضرب 9 نرفع. 8 ضرب 9 نرفع. تدأب مؤسستنا الحنان على تخصيص حصص يومية من الحساب الذهني لتلامذتنا لما له من أهمية في كسب الثقة بالنفس، مع تعزيز وصقل مهارات وإمكانيات المتعلم الحسابية، وذلك بتعلم الطرق الصحيحة المعتمدة على السهولة في الإنجاز والسرعة في إيجاد الحلول. ناهيك عن كون الحساب الذهني رياضة ذهنية تتجلى في تنمية المهارات التحليلية المرتكزة على الذاكرة، مما يحبب مادة الرياضيات لدى المتعلمين. هنيعا لأصدقائي من القسم الرابع، وشكرا لمعلمتنا على هذه الحصة. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم وأنكم استفدتم معنا. نلتقي بكم عما قريب لاكتشاف درس جديد بالحنان.